مشاهدو قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني. ومن منكم لا يعرف هذه البلاصة اللي كتواجد خلف المقاطعة ديال فرح السلام او لا مقاطعة الازهر، واللي كاينة فرح السلام. هذا الشارع الاخوان اي واحد ابن المنطقة غتسولو على شنو كيوقع هنا، غادي يقول لك كيجيو بنات كيوقفوا كيعرضوا الاجساد ديالهم وكيتسناو الزبائن. كاين اللي كيجي طوموبيل، كاين اللي كيجي بموتور، كاين اللي كيجي بالتريبورتر، اولا كيجي على رجليه باش يدي معاه بنت يدوز معاها ليلة حمراء. فاحنا بغينا نعرفوا واش حنا في كازا ولا في لاس فيغاس، لان هذا الشارع ولا مثير للجدل. مره ساكنه هنا كتهبط تقدا ولا تهبط تمشي للحانوت كيوقف عليها واحد بطوموبيل، بناء على واحد البنات سامحهم الله كيبيعوا الاجساد ديالهم في هذا المكان. فكنتمنى على انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للجميع، وباش يعرفوا هذوك البنات اللي كيجيو هنا انهم راه خالقين مشكل لهاد الساكنه، وخالقين مشكل البيع والشرايه اللي كاينين هنا. لان وحده هابطه تقدا او لا هابطه لسناك ولا هابطه عند شي محل وشي بيع وشرايه عفوا، كيوقف على واحد الطوموبيل على اساس انها هي كتبيع اللحم ديالها. والناس اللي شافوا واحد الفيديو هنا اللي اثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي تقطعته كاميرا قناه شوف تي في، شابات في مقتبل العمر تكون في عمرهم ديك 18 19 او لا 17 عام، واقفين تما في هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه حنا واللي كتشوفوا فيه كاملين واقفين وكيتسناو الزبائن. جا الاول موتور ما مشاوش معاه، جا الثاني بطريبورتور طلعت وحده الاخرى هبطات، جا الثالث بموتور ومشاو معاه بجوجهم في موتور واحد. الله يهديهم والله يعفو عليهم، ولكن ماشي بهذه الطريقه باش غادي تنقد راسك من الفقر، ماشي بهذه الطريقه باش غادي تنقدي راسك من الفقر. تبيعي لحمك على قبل 100 ولا 200 درهم. هاد الشارع الاخوان كاين فرح السلام، واي واحد غتسولو غتقول ليه شنو كاين في هاد الشارع غيقول لك. اي واحد غتسولو غيقول لك شنو كيوقع في هاد الشارع، اي واحد غتقول لي عافاك واحد الشارع فرح السلام كيوقفوا فيه البنات غينعتوا لك. وحده هاد المقاطعه ديال الازهر بقيناش عارفين حنا واش في كازا ولا في لاس فيغاس، واش حنا في المغرب ولا في فكنتمنى التدخل ديال جميع الناس المسؤولين في هذه المنطقه ديال فرح السلام، يحاولوا على انهم يبعدوا هاد البنات من هاد الشارع، لان هاد الشارع ولات عنده سمعه خايبه. مرا مسكينه ما على بالاش هابطه غير تقدا بوليداتها وبراجلها، حتى كيوقف عليها واحد. الله يعفو على هاد البنات والله يسمح لهم، لان داكشي اللي كيديروا راه ما يبغيه لا ربي لا عبدو. وهذاك الشخص اللي كيستغل ظروف هذيك البنت اللي ربي اللي عالم بها خارجه باش تبيع الحمى،
خاصو اقصى العقوبات. كتلقى شابة دخلت في شي علاقة غير شرعية مع شي واحد، حملات، ولدات وليد، دارهم ما تقبلوش، جراو عليها، كتجي كتكري هنا في فرح السلام، وكتولي تمتهن الدعارة. كيجيو لهاد الشارع، الشارع كاين فرح السلام، وكاين حدا هاد المقاطعة ديال الأزهر. فهادشي علاش كنقول كنتمنى التدخل ديال الناس المسؤولين، لأن الساكنة راه كيعانيو ديال بصح. مبقاتش مرا تقدر تهبط بوحدها تمشي على رجليها للحانوت، ولا تمشي لشي سناك، ولا تمشي تقدا شي حاجة، مبقاتش قادرة، لأن إنفو غتهبط كاينين واحد نوع من البشر اللي ما عندوش عقل، عندو شي حاجة أخرى في بلاصة داك العقل. مؤخرا شابة واقفة هنا، واحد ديز هو ومراته، تناقر مع بنت تما، قال لها شوهتونا في هذا الشارع، عطاها قتلة ديال العصا وخلاها تمشي بحالاتها، هذا الحياة وبعقله مع مرته. علاش نضرقوا الشمس بالغربة؟ شي حاجة كاينة راه كاينة، هاد البنات خصي دار لهم حل، اللي كيخرجوا كيمتهنوا الدعاره في هاد الشارع ديال فرح السلام، ويا حسره بالقرب من مقاطعه الازهار. خصي دار لهم شي حل، علاش نضرقوا حنا الشمس بالغربه؟ واش هاد البنات ماشي منا؟ واش هاد البنات ما كاينينش في المغرب؟ علاش نخبيو هادشي؟ علاش ما يدارش ليه الحل؟ إذا اللي كيقول خبي هادشي وما زال إذا عنده الرباح في هادشي، إذا حتى هو كيجي كيوقف هنا ويهز بنت ويمشي. عوض ما يشد بيديها وي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتمنى على أنكم تبارطاجيو هاد اللايف باش يوصل للناس المسؤولين، ويوصل لهذوك البنات اللي كيكونوا هنايا. الفقر راه ماشي عيب، اللي عيب هو تخرجي تبيعي لحمك على قبل الطرف ديال الخبز. عطى الله فين تخدمي، عطى الله فين تدبري على راسك، ماشي بالضرورة تجي لهاد الشارع. باش تصوري الطرف ديال الخبز بالحرام، اللي كنطلب من هذوك الجمعيات ديال المجتمع المدني، ولا الجمعيات ديال المرأة ولا النساء، يتدخلوا ويشدوا بيد هاد البنيتات. راه الشابات باقين صغارات، راه يلا قالوا بسم الله في الحياة، خرجوا لهاد المهنة هاد. سي مصطفى خويا مازال ما كاينش جديد على قبل داك السيد، مازال لحد الان ما لقاوهش.
الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير ويحسن عوانهم ويا ربي تلطف بينا. كاين اللي كيقول لك علاش ربي مبغاش يعطينا الشهر؟ ها علاش كتلقى شارع عامر كله بالبنات كله ما عرفش كيفاش نشرح لكم، حيت خصكم تشوفوا هذا المنظر ولا هذا المشهد باش تفهموا شنو واقع في الحي الحسني. وهنا الدور ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، جمعيات ديال النساء واللي كيهزوا بالمراه، هادوك هما اللي خصهم يتدخلوا. وكنهضر على الجمعيات اللي كياخذوا الدعم كل سنه، الدور ديالو مالو؟ شي يحاولوا على انهم يلقاو الحل لهاد البنات.